السلام عليكم، شكرا لكم على هذه الاستضافه. حنا كفريق دينا لا بريباراسيون تاعنا ضمينا بعض اللاعبين من فرق اخرى مثال تومي من مدينه معسكر، زكريا من جيل فيلات، ورانا هنا نديروا لا بريباراسيون تاعنا ونوجدوا الفريق تاعنا باش ندخلوا في المقابلات تاع الشامبيون. هذا الفريق راه في قريب من مدرسه مولديه وهران، راه ملي كانوا اي 14 هما طالعين في رحبه. حنا الفائده تاعنا هذه هي من الفريق يكون مستجم وما يكونوش كما يقول لك الريكريتمون يكون اكثر 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 من الفريق. مدينا 10 قالوا 10 بي 19 وريكيبينا 10 لاعبين المستوى تاعهم مستوى تاع فريق من حجم مولديه وهران. نشكر الإدارة اللي هذا العام راه مهتمة بزاف بالفئات الصغرى، والحاجة المليحة الحاجة الصغرى اللي كانوا خاصين كلاعبين ولا كمؤطرين، الميدان كما نقولوا لي بالون الماتيريال تيران هو اللاعب اللي يحتاجهم. علاش؟ باش غدوة إن شاء الله كي يطلع كبير ما يلقاش روحه ناقص تكتيكيا ولا نفسيا. الشيخ ثاني كنا نخدموا مع الشيخ بن عوده اللي عطيناه ان بروغرام انويال اللي من المولديه من الاي 14 حتى الاي 19 راهم يخدموا بطريقه واحده. علاش؟ باش هذاك الاي 14 كيطلع غدوه الاي 17 ولا ما تبدلش عليه هذه الطريقه اللعب. وهذا مشروع، هذا هو المشروع اللي كان خاص المولديه اللي بيطار لاعب تاع مولديه غدوه كي يطلع سينيور يلقى عنده منهجيه تاع لعب طريقه مولديه وهران واحده. شكرا.